يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل مذهب أهل السنة هو نفي استعمال العقل مطلقا أم ماذا؟ سمعتم أن العقل الصريح لا يخالف النقل الصحيح، فأهل السنة يستدلون بالاثنين، لكن ما يستدلون بالعقل مستقلا، وإنما يستدلون بالعقل والنقل جميع. أما الأشاعرة هم على العكس، يستدلون بالنقل ويلغون العقل. المعتزلة بالعكس، يعتمدون على العقل وينفون النقل. أهل السنة يجمعون بينهن ولله الحمد، بين النقل الصحيح والعقل الصريح. نعم.